على خلفية انقطاع الكهرباء البلاك أوت اللي انقطع الكهرباء على كامل تراب الجمهورية، رئيس الجمهورية بعد يومين يتخذ قرارات مصيرية. رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر أمس الجمعة 22 سبتمبر 2023 إنهاء مهام السيد هشام علان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتم تعيين السيد فيصل طريفة خلفا له. الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز هشام معنان قبل إقالته قال بأنه السبب الرئيسي للانقطاع التام للتيار الكهربائي في كامل أنحاء البلاد البلاك أوت، السبب الرئيسي متاعه هو خلل على مستوى محطة تحويل الجهد العالي بمحطة رادس نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 90%. وقد اعتمدت فرق الشركة على الشبكة الجزائرية المرتبطة بتونس لتأمين التشغيل التدريجي لمركزيات الانتاج الوطني. وأشار إلى أنه وإن كان الخلل هذا وراء الانقطاع الآلي لثلاث محطات انتاج في رادس، فذلك أدى إلى خسارة حوالي 875 ميجاوات على مستوى المحطات هذه مقابل طلب كلي في حدود 3226 ميجاوات. وسجل على ساعة الواحدة والنصف صباحا خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 انقطاع تام للكهرباء بلاك أوت لتغرق البلاد في الظلام. ورغم التصريحات الرسمية اللي سعت إلى تفسير الأسباب الفنية لهذا الانقطاع التام، فقد أثار هذا الحادث لغط كبير على شبكات التواصل الاجتماعي. اللي نفهمه منه أنه من ليلة 3-4 صار البلاك أوت، رئيس الجمهورية نهار الجمعة يعني يأخذ القرار، يعني أنه راجع وعرف معطيات جديدة وسأل ودقق وقام بما يلزم أنه بشي يكون فكرة صحيحة على ما يحدث. وبالتالي الرئيس بهذا الإعفاء يكون حمل مسؤولية للرئيس المدير العام لشركة أستيك. أيضا تعيينات أخرى يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، صدر برأي رسمي للجمهورية التونسية البارح الجمعة 22 سبتمبر 2023 زوز أوامر، أمر عدد 586، الأمر الثاني عدد 587 لسنة 2023، زوز مؤرخين نهار 18 سبتمبر، حيث يقضي الأول أو يقضي الأول بتسمية مهدي الدريدي رئيس مدير عام للصيدلية المركزية، وعبد الرزاق الهذيلي مدير عام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. ونذكره بأنه تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني في 6 جانفي 2023، وكان شغل سابقا خطة رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتأمين على المرض ومدير عام المستشفى الجامعي منجي إسليم. رئيسة الحكومة تخرج عن صمتها وترد بخصوص الاتهامات اللي جات لرئيس الحكومة أحمد الحشاني بأنه ربما يكون تدخل ولا أثار قضية ولا حاجة ضد الرسام الكاريكاتوري توفيق عمران. رئيسة الحكومة هبطت بليغ توضيحي البارح، قالت فيه بأنه رئيس الحكومة أحمد الحشاني ما عنده حتى علم إطلاقا بالتتبعات الجزائية اللي تمت إثارتها ضد توفيق عمران، وأشارت إلى أنه لم يشاهد الصورة ولا يعرف حتى شكون صاحبها، ومعناها وما يعرفش حتى بوجود تتبعات جزائية ضد الرسام هذية إلا عن طريق وسائل الإعلام البارح. رئيسة الحكومة في البلاغ متاحة أضافت أنه إن كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون توفيق عمران ارتكبها، فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة
كاريكاتورية، فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون، فأنا تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات، لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية 2022 بفصل 49 حسب نص البلاغ. وهذا موقف مهم وشجاع وتاريخي لرئيس الحكومة. الرئاسة ختمت البلاغ متاعها قالت: أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار سك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكونه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب. وزير الخارجية التونسي نبيل عمار يهاتف المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، مثل تسريع جهود تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شهر جويلية 2023 بمختلف جوانبها، أبرز محاور مكالمة هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في نيويورك مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع. والمحادثة هذه اللي جرت البارح تناولت تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. مؤخرا صارت برشا اتصالات مع الجانب الأوروبي، كذلك تم تحريك موضوع المذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي ما قالتها، وكان في الفترة الأخيرة ولا الساعات الماضية ولا الأيام الماضية عدة مسؤولين أوروبيين كانوا أفادوا بأنه فما تمويلات باش يصرفوها إلى تونس في إطار مذكرة التفاهم وفي إطار زادة مساعدة تونس على مجابهة الهجرة غير النظامية. أيضا وزير الخارجية تحدث بنيويورك مع الأمينة التنفيذية للإسكوا، أجرى أمس لقاء في إطار مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاء مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. في المحادثة هذه ترقوا إلى سبل تعزيز التعاون بين تونس والهيئة الأممية هذه في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وخاصة منها المتعلقة بتعزيز القدرات في المجالات ذات الصلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب بلاغ صدر عن الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة. وزير الخارجية خلال زيارة نيويورك تقابل مع الأمين العام للأمم المتحدة مع برشا مسؤولين أمريكيين أوروبيين، خاصة فتحوا برشا مجالات وبرشا تصريحات خلال هذه الزيارة.